واليوم الجمعة 26 يوليو تموز 2024، أول المواليد معنا عزيزي مولود الميزان. الحقيقة اليوم لسه الضغوط ولسه الأجواء ما رأيت، لسه هيك في طاقة توتر يمكن حاسس فيها أو نوع من العدائية أو قلة الصبر على الأغلب تجاه الأمور وتجاه المعاكسات يلي عم بتصادفك. إضافة أنه اليوم في عنا انتقال لكوكب عطارد لبرج العذراء. طبعا هذا الانتقال بالنسبة لك ما كتير مجدي، ولكن ممكن يفتح مواضيع العلاقة بسفر أو العلاقة بتعامل مع شركة أو مع جهة أو مع مؤسسة بمهمة وعمل جديد. رغم أنه اليوم لسه مضغوط عزيزي مولود السرطان ولسه الأجواء الفلكية ما كتير عم تدعمك، بدك أنت تبذل جهد أكتر لتتأقلم معها أو بدك تتكيف مع الواقع بدون ما ترفضه. بس الخبر الحلو هو انتقال عطارد لبرج العذراء. بالتأكيد يعني هذا الانتقال بالنسبة لك بيسهل لك أمور العلاقة بإنجاز، العلاقة بحركة، العلاقة بسفريات لو كنت ناوي، بأمور أوراق، بأمور دراسية للبعض منكم اللي مهتم بهذا الشأن. بالتأكيد إضافة أنه في نشاط كتير خاص رح يكون هلأ عبر السوشيال ميديا، وفي قصص مالية العلاقة بالإخوة أو حتى بالعائلة. وإذا كان عبالك تشتري سيارة، تشتري عقار، هالأمور هي واردة بهذا الوقت. رح أبدأ عزيزي مولود الجدي مع وصول عطارد لبرج العذراء الداعم لإلك. ترتيب أمور سفر، ترتيب أمور دراسية بالنسبة لإلك ممكن كتير تكون نافعة ومجدية. إذا في مواضيع العلاقة بأوراق، بقضايا قانونية إدارية قضائية، هذا كله بيصير في تسهيلات وبيصير في تسارع بالأحداث. يعني في أمور بدك تحاول تنهيها بهذا الوقت وبتمنى إنه تنهيها قبل تاريخ 5، قبل ما تبدأ حركته التراجعية. هلأ حكينا عن الخبر الحلو بالتأكيد عزيزي الجدي، ولكن اليوم لسه بدنا نطول بالنا على أمور العائلة، على التفاصيل يمكن العائلية، ونحاول إنه نقوم بمسؤولياتنا بطيب خاطر ومودة. عطارد إلى برج العذراء عزيزي مولود الثور بيفتح أبواب المصالحات والتهدئة والتسويات، وبيحقق لك بعض التفاصيل يمكن اللي بدك تهتم فيها والخاصة بأولادك إذا كنت مرتبط. يعني إذا في أوراق بتخص مواضيع سفر للأولاد، نتائج دراسية مثلا، ممكن أمور العلاقة بأمور إدارية، هذا كله بيمشي بهذا الوقت وبتنشط فيه بالنسبة لك. وبالنسبة لك كمان يعني حتى الأمور العاطفية بتصير ألطف وأهدى، والعلاقات بتاخد طابع أكثر ودية مع الشريك أو مع الحبيب. اليوم بس شوي أنت لسه أجواءك ما يعني ما أنا كتير رايقة كالعادة، ويمكن شوي هيك ميال للتشاؤم عزيزي مولود الثور. حاول تخفف عن نفسك اليوم وحاول تقوم بالمهام الروتينية الاعتيادية بدون ما تباشر بجديد وبدون ما تتخذ أي قرارات، لأنه اليوم في تشويش شوي والأحكام ما كتير صحيحة. الأصدقاء رح يكونوا مصدر لدعمك بالمرحلة هاي وبوصول عطارد لبرج العذراء عزيزي مولود العقرب. الحقيقة صداقات داعمة، مساعدات بتتلقاها، بتحقق بعض الأهداف بمساعدة الناس اللي حواليك. في حالة من الاحتضان بهي الفترة لإلك وفي تقدير لجهودك وأيضا بعض المكاسب المالية استعد لإلها. بس اليوم بدنا نهتم شوي بأمورنا الصحية ونحاول نكون أكثر تنظيم للمواعيد وللمهام وللمسؤوليات يلي عم ننجزها أو يلي بدنا نحاول نخلصها اليوم، لأنه الحقيقة في تراكم عمل وفي بعض التعب. وكأنك عزيزي مولود الحوت عم بتناقش اتفاقات جديدة اعتباراً من هذا اليوم، اتفاقات، تحالفات، عقود، يمكن اتفاق على عمل، على شراكة، على ارتباط أو على خطوبة. يمكن هاي الأمور هلأ بوصول عطارد لبرج العذراء ممكن شوي يعني تكون نقاشاتك شوي تحت تأثير الضغط الحقيقة. فكثير انتقي ألفاظك اليوم، حتى لو كانت نقاشاتك مالية تحديداً اليوم، حاول تنتقي ألفاظك وحاول أنه توصل
الشيء اللي بدك اياه بلطف مثل عادتك للآخرين، خاصة بأمور المال، بأمور المصاريف، النفقات، بترتيب هذا الجانب من حياتك، لأنه ممكن تواجه بعض المصاريف أو ممكن يكون في ظروف خاصة بالشريك إلى علاقة بترتيبات مالية قادمة. وأخيراً وصل كوكب عطارد عزيزي مولود العذراء لبرجك، كوكبك الحاكم موجود عندك، فشوف التأثيرات قديش رح تكون قوية وقديش حتسهل لك كتير من الظروف والأمور، وحتعالج التأخيرات اللي صارت سواء مواضيع العلاقة بسفر، أوراق سفر، أوراق امتحانية، أمور مالية، معاملات حكومية، هي كلها بهاي الفترة بتبلش وبتتسرع وبتقدر تنجزها بسرعة، وحاول تنجزها قبل تاريخ 5 الشهر قبل ما تبدأ الحركة التراجعية لهذا الكوكب. فحاول تستفيد من الأيام الجيدة مثل اليوم، يعني عندك قضية مالية عالقة حاول تحلها، لاقي حلول، فاوض على بعض التفاصيل، حط شروطك وقبال بشروط الآخرين. يوم للتواصل الفعال والمجدي، يوم للسرعة، للتنقلات، لإنجاز بعض المصالح، لترتيب بعض الالتزامات العائلية وإتمامها كما يجب. يعني حتى اليوم ممكن يكون عندك عزيزي مولود الدلو زيارة عائلية أو نقاش عائلي مهم جدا، أو ربما نقاش مهني. عطارد يلي وصل لبرج العذراء يمكن ما كتير بيهمك، ما هو موجود بخارطتك، بس موقعه بيخليك يعني يخلق أمامك فرص مهنية جديدة يمكن تناقشها، أو عروض ممكن تسمع فيها خلال الأيام القادمة. ظروفك العامة اليوم وعلاقاتك الاجتماعية على كافة أشكالها ناجحة وجيدة، واليوم تأثيرها قوي أينما حللت عزيزي مولود الجوزاء. يعني اليوم الاجتماعات رح تكون مصدر لسرور ومصدر لسعادة، ممكن تلاقي حالك وسط تجمع، ممكن تكون عم بتقود فريق معين، ممكن الأصدقاء عم بيلجأوا لك لمساعدة أو لنصيحة، أو ربما تنال أنت منهم هاي الخدمات الكتيرة. يعني اليوم الأجواء إيجابية والطاقة كتير حلوة. هلأ وصول عطارد لبرج العذراء بالنسبة لك عزيزي مولود الجوزاء، شوي بدنا نهتم بأسلوب تواصلنا مع أفراد العائلة، فكر بهاي الجملة منيح بالمرحلة القادمة. من أكثر المواليد حظ لهذا اليوم عزيزي مولود الأسد، يلي الحظوظ محيطة فيك، يعني حتى بالنسبة ل إذا كنت عم تفكر ببداية جديدة، إذا كنت عم تفكر بتحضيرات، إذا كنت عم تخطط لسفر، لرحلة معينة، أمور دراسية ممكن تكون سبب لفرح. يعني أنا بتمنى إذا في نتيجة عم تنتظرها تطلع بهذا الوقت، يعني أفضل من الشهر القادم، لأنه في بعض التغييرات ممكن يكون هلأ. حتى الأمور المالية رح تكون أفضل من الشهر القادم، فاليوم رتب أمورك وممكن تحصل على بعض المكاسب بهذا اليوم. يوم جيد وطاقة إيجابية عندك عزيزي مولود القوس الحقيقة، لأنه القمر عم بيدعمك من موقع مناسب من برج الحمل، وعم بيخلي علاقاتك سلسة وسهلة. أما عند دخول عطارد لبرج العذراء بالنسبة لك، فأكيد بيحتم عليك الاهتمام كتير ببيئة العمل، بعلاقاتك العملية بالمرحلة القادمة، علاقتك مع إدارتك، ممكن يكون في بعض التغييرات بالمرحلة القادمة اللي تأثر على مصالحك أكيد، سواء مع زملاء عمل أو مع إدارة أو مع رؤساء أو سلطات بالبيت. القمر الموجود عندك واللي ما زال بضيافتك عم يزودك بهاي الطاقة الحلوة، وعم يزودك بجاذبية عالية كثير وبقوة عزيزي مولود الحمل. أنت أصلاً عم تاخذ أدوار قيادية بهذا الوقت وسعيد فيها بالتأكيد، واستعد لمرحلة مهمة كتير، يعني تقريبا بدي اقول لك انه مدتها شيء 10 ايام او اقل شوي. هاي المرحله رح تكون منجزه على صعيد مهام، على صعيد مسؤوليات وامور عمليه، وممكن يكون في عندك مهام اضافيه ولكن رح تنجح باتمامها.